حارم نفسك من اكلات كتير وعامل عجز في السعرات الحراريه، بس لغايه دلوقتي وزنك ثابت على الميزان. النهارده هنتكلم عن 5 حاجات لو طبقتهم اوعدك انك هتشوف تقدم الفتره الجايه. اول حاجه واللي انا بشوفها سبب اساسي في ان ناس كتير ما بتنزلش في الوزن، واللي هي الشيت ميل. الشيت ميل او الوجبه المفتوحه، واللي هي بتبقى عباره عن مكافاه ليك ان انت قعدت فتره معينه في الدايت. ولو جينا هنا اصلا لفكره الشيت ميل، هي عباره عن فكره بتخليك انك انت تكمل وتستمر في الدايت، مش انك تبوظ الدايت. يعني انت مثلا بتدخل لجسمك سعرات حراريه في اليوم 1500 سعر حراري، ده بعد طبعا ما عملت عجز في السعرات الحراريه. تيجي الشيت ميل بتاخد لك 2500 او 3000 سعره حراريه خلال اليوم ده. فلو جيت تبص ال 3000 سعر حراري وانت اصلا موصل لعجز 1500 سعر حراري، يعني في فرق 1500 سعر حراري زياده عن سعراتك الحراريه العاديه، كده بتبطئ خالص من عمليه حرق السعرات الحراريه في جسمك. مش بقولك ما تعملش الشيت ميل، ولكن خليها بعد فتره معقوله من الدايت، زائد خلي بالك برضو من السعرات الحراريه اللي بتبقى موجوده في الاكل اللي بتاكله في اليوم ده. تاني سبب من الاسباب المهمه انك انت بتنسى تشرب ميه، وبالذات في الشتاء. وده ليه؟ ده لان الكور تمبريتشر او درجه حراره جسمك الداخليه بتبقى الى حد ما متزنه في الشتاء عن الصيف، لان في الصيف الجو بيبقى حر، فجسمك بيبعت لك اشارات بيقولك اشرب، عشان الجسم نفسه بيستخدم الميه دي في ان هو يعادل او يحسن من الكور تمبريتشر. ولكن اللي بيحصل في الشتاء ان جسمك الى حد ما ما بيبعتش الاشارات الكافيه اللي بتخليك تشرب ميه، فانت لو ركزت هتلاقي انك انت في الشتاء بتشرب ميه اقل بكتير من الميه اللي بتشربها في الصيف. لازم كل يوم تحافظ على عدد لترات معين من الميه، نقول مثلا من 3 ل 4 لتر وانت بتحاول تنزل في الوزن، وتاخد الموضوع ده ان هو عاده في حياتك تكمل بيها بعدين، انك انت تهتم جدا بشرب الميه، لان ناس كتير بتنسى ده، زائد طبعا فايدته على الكلى. ثالث سبب برضو من الاسباب المهمه جدا، واللي هو السكر. ناس كتير بتبقى فاكره انك انت عشان تنزل في الوزن فانت لازم تقطع دهون، وبينسوا خالص السكر، مع ان لو جيت تبص للموضوع من بعيد هتلاقي ان السكر عامل اساسي في موضوع السمنه. بكل اختصار، لان اي نشاط انت بتعمله، اي رياضه انت بتعملها، جسمك بيحتاج عشانها طاقه. الطاقه دي اول مصدر جسمك بيدخل عليه عشان ياخد منه الطاقه هو الجلوكوز، اللي هو ايه؟ اللي هو السكر. فجسمك اول مصدر بيستخدمه السكر الموجود في جسمك عشان ياخد منه الطاقه اللي يعمل بيها الاكتيفيتي او النشاط اللي انت بتعمله. بعد ما مصادر الجلوكوز في جسمك بتخلص، بيبتدي بقى الجسم ايه؟ يدخل على الفات، وياخد من الفات او ياخد من الدهون الموجوده في جسمك. لما بتاكل سكريات كتير بتعبي في مصادر الجلوكوز في جسمك، فجسمك هيفضل في حاله حرق للجلوكوز ده، مش هيدخل على الفات او الدهون الموجوده في مخازن جسمك عشان ياخد منها الطاقه، فبالتالي الدهون هتفضل موجوده في جسمك. ده بكل اختصار موضوع ليه السكر ممنوع في الدايت. رابع حاجة، انك انت مش داخل في رياضة معينة، سواء كانت رياضة جري، سواء كنت بتروح الجيم او بتلعب كورة. في الحقيقة الرياضة بتساعد جدا وبتسهل جدا من موضوع حرق الدهون والنزول في الوزن. بديهي جدا لما انت بتعمل نشاط معين فجسمك بيحتاج طاقة اكتر. الطاقة دي بياخدها من فين؟ من مصادر الجلوكوز في جسمك، وبعد كده بيدخل زي ما قلنا على مصادر الدهون، فبيساعد اكتر في الحرق. زائد ان انت اصلا عامل دايت فانت مقلل في الدهون، فبالتالي نسبة حرق الدهون هتبقى اسرع بكتير، وهتلاحظ فرق كبير جدا في الموضوع ده. خامس حاجة، واللي ناس كتير جدا برضو بتنساها، انك انت ما بتقراش السعرات الحرارية اللي بتبقى مكتوبة على المنتجات اللي انت بتجيبها. يعني مثلا لو عجبك حاجة في السوبر ماركت فانت ما بتهتمش قوي للسعرات الحرارية اللي بتبقى موجودة عليها، بتقول انا اهم حاجة النهاردة اكلت واحدة من دي وواحدة من دي، من غير بس ما تحسب السعرات الحرارية اللي فيها. فانت لو نظامك معتمد على العجز في السعرات الحرارية، انت لازم يبقى عندك علم بالسعرات الحرارية لكل حاجة انت بتاكلها، وده مش صعبة مع تطبيقات زي ما فيتنس بال وتطبيقات كتير زيه بتحسب لك عدد السعرات الحرارية في كل اكل. كل اللي عليك هتكتب اسم الاكلة دي سواء بالعربي او بالانجليزي او حتى اسم المنتج. اتمنى الفيديو يبقى فادك، ولو بحاجة بسيطة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.